السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم معاكم النهاردة عن رمز لمن يعاني من سحر، لمن يعاني من إصابة روحانية، لمن يعاني من شيء مشروب أو مأكول. من رأى في منامه إنه يخرج شعرة طويلة من فمه وكانت معقودة، فهذا يدل على بشرى له بالتعافي والشفاء بإذن الله تعالى. من أخرج من فيه خيط طويل وكان أيضا معقد ومعقود، فهذا أيضا يدل على إن شاء الله بشرى بالتعافي بإذن الله تعالى والخلاص من الأذى الذي يعاني منه ومن الهم الذي كان يلاحقه بسبب السحر والأذى هذا، والله أعلى وأعلم. شفانا الله وإياكم وحفظنا بحفظه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.